بجاليري اكزود اشرفيه معرض جيسوس كرايست از كامينج تو تاون. هالمعرض فيه اعمال حرفيه يدويه رح نحكي عنها بالتفصيل مع باسكال مسعود. اهلا وسهلا فيك. وماريان كلاسي اهلا وسهلا فيك يا ماريان. باسكال انت عارضه بهالمعرض، وماريان من كاتارسيس يلي انتم جمعيه تعنى بالسجناء بسجناء رومي عارضين بإكزود هالمرة بهالمعرض. عم نشوف قدامنا بعض الأعمال يلي هي أعمال من الشمع. أهلا وسهلا فيكم. خبريني شوي عن المعرض. هيدا المعرض كله عن وحي الميلاد، بضم 9 فنانين تشكيليين حاطين لوحاتهم ومنهم لوحاتي أنا كمان، اللي هن كانوا من معرض عملته قبل عند إكزود، سولو إكزيبيشن كان بيروت فاوند بات ميست بتموز كان 2013. في غيري كفنانين هن جورج منسا، دلال فرح، يعني وهن 9، وفي 10 مشاركين بالأعمال اليدوية، وفي منهم كمان رسامين مش بس حرفيين، بس حبوا أنه بهالمعرض يقدموا أشياء حلوة ومن ضمن الميلاد. وبالنسبة لكم كاتارسيس شو شغلين؟ نحن أول مرة بنشارك مع إكزود. نحن بلش عنا مشغل شمع داخل سجن رومية، بلشنا بسنة 2010 بدعم وتمويل من دروسوس، مؤسسة دروسوس السويسرية والمكتب التعاون الإيطالي ببيروت للسفارة الإيطالية. ساعدونا، بلشنا مشغل سمع مع سجناء لنكون عم نساعدهم انه يطلعوا مصروفهم او اي شيء معين يعني يقدر يساعدهم. هذا الشمع مردوده بيرجع للسجين، بنشتغل نحن وياهم على فتره لنحضر هدول الشمعات بطريقه كثير سامبل بسيطه. بتعرفي ما فينا نفوت معدات كثير على داخل السجن، دونك بالتبروال بالاشياء اللي كثير اولويه بنجرب نطلع هدول الشمعات ومردودهم بيرجع للسجين اللي اشتغل معنا. رح نروح على المعرض او هون رح نشوف هون بعد الشمعات الشمع اللي عم نحكي عنها. في اعمال من وحي العيد واعمال نعم. حلوه، وفي هون حفر حتى على نعم. الشمع. نحن بنشتغل على مدار السنه وحسب المناسبات بنكون عم نعمل الشمع. هيدا شغل على السيراميك لجيزيل ابي سليمان كمان من وحي الميلاد، هي رسامه اجمالا كمان، بس هون الشغل على السيراميك نعم. كمان من وحي الميلاد. هون المينياتور مع هلا غريب، كتير هي عندها هوس للمينياتور ومن هي وصغيرة بقى بتجسم، بتعمل مجسمات صغيرة كيف الواقع يعني، بتحط بهالمجسمات غرفة أو شيء حدا طلب منها، يعني في يطلب منها مثل جو غرفة بحبها كتير وبحب يعلقها كبوكس، بتعملها ببوكسات كسوفينير كمان. مهضومة كتير هون مع هبة حافظ الموزايك هون بتستعمل الازاز الملون كله من دي دبري وبتجمعهم تتعملهم تحفه فنيه. حلو. يعني اعمال هيك مختلفه منا يعني نعم موجوده ايه وحلوه يعني تكون تنوجد بالبيوت. هون كمان بعدنا هبه حافظ. هون في معنا في نيلة موسى ام مع ابنها اللي اسمه جورجي، هو معه مرض توحد، تغلب على هالمرض وساعدته أمه بمساعدتها، عمل هالمشروع اللي هو لوميير دو دادانا، بيفرغ الأنين المشروب حي الله يعني شو ما أوكي. عنده وبيعمل لها إضاءة وإنارة، وأمه بتساعده بالأباجور بتعمل ديروشير شو هو رح بيعمل القعدة يعني تبع هو بيعمل القعدة والأباجور حلو كتير. هون لمنى عساف ديزارانجمون للميلاد من وحي الميلاد، اكيد لغير اعياد كمان بتعمل، كله زينه الميلاد ويعني غنيه كثير بطريقه شوي فانكي شوي سبيسيال. ايه وشو ما بدك بتزيدي عليه شوكولا مشروب حسب الغايه. هون كمان منى عساف اشغيله حلو. ايه
فاذا اعمال فعلا في يعني كل عمل فيه وراء قصه، هيدا اللي مزبوط. حلو بهالمعرض مزبوط. ما في عمل هيك بس يعني مجرد رسم، او رسامين كثير كبار عندهم موهبه وبيرسموا لوحات، ولكن هون كل عمل في وراء قصه. اي كل واحد عنده شخصيته بحطه فيه، بحطها فيها تجربته حياته، بتحسي في احساس بهالعمل، يعني عمل فني طالع من خبره من حياه طويله، يعني الواحد بيعطي من ذاته، يعني حلو الواحد يروح يشجعهم ويشوف هالاعمال كثير كثير حلوه. حلوين. في هدف انساني. نعم. عفوا في. نعم. هدف انساني من وراها، يعني لما تكون عم تشتري اي برودكت الموجود باكزود انت عم تشجعي بطريقه غير مباشره هدف او قصه انسانيه بحاجه لدعم، مش بس كمردود مادي ولكن كمردود معنوي. هون اذا عم نحكي طبعاً. عن سجناء روميو وتحيه لهم اليوم، في مردود معنوي بهال طبعا. هن بس يشوفوا انه المنتوج تبعهم عم تخرج اعمالهم برات، يعني قضبان برا وكل العالم عم تيجي تشوف، و اتس ا جود ايديا لكادو مميز يكون مشغول من شخص داخل السجن، فهي مورالي اكثر من انه كمان مردود مادي. شو عارضه باسكال؟ انا عارضه لوحاتي التابعين للاكزيبيشن اللي عملته قبل عند اكزود بيروت فاوند باتميست. همشت بيروت جديدة لأنه أنا عم بقول بهالشيء إنه وين بيروت القديمة، عندي حنين لبيروت القديمة، وببيروت جديدة عم فتش ما بلاقيها، يعني حيطان وهيك. بقى همشتها بطريقة الترانسفير والأكريليك والرمل كمان ذات الوقت، استعملت عدة تكنيكات. هون شو عم هولي هن من لوحاتي الصغار. هون سوق بيروت، بيروت هيدي فاوند باتمست، يعني انه اشتقنا لبيروت القديمه. هون انت رسمتي بيروت جديده بس يعني بس همشتها بطريقه ترانسلوسيد، مش انه واضحه ودعمتها بالبنتور او شيء، لا عملتها بطريقه انه تبين من الميموار، يعني اشياء ميموار عشان هيك بنشوف شوي فلو يمكن اوقات. هون شغل دلال فرح بيرد اكريليك بتستعمل دلال، كمان في قصة وراها، يعني كل إنسان عنده قصة نابعة من حياته وبنفذ بالبنتور. هون مع جورج إدوار منسا بيرسم دي بورتري بالبلاك أند وايت ودراي براش. وي مش فوتو، دراي براش رياليستيك. كتير رياليستيك شغله حلو. كمان اللي بده بورتري يقدمها لحدا في وصي. هون شغل مدام إيلين بسيم، كمان مناظر طبيعة. هون شغل ليديا شارلاجيان، كمان في باستيل دخله. هون ماري خوري الأكواريل. ماري خوري هي معاقة جسديا وكتير يعني من إعاقتها عطت هالأعمال الرائعة وألوان رائعة. هون ميراي كيلزي كمان رسمة كتير حلو لدانسوز. هون سونيا حايك الخوري كمان ميكست ميديا، كانت عم بتجسد الوجه الآخر للإنسان بحياته. كمان كان لها معرض سولو باكزود قبل. هون سوزي كرم اكريليك يمكن اويل. هون من اعمالي. يعني كلها اعمال على مستوى يعني فكري. عالي و فكري كمان، ولان هلا نحن صرنا بعصر ما بقى انه بتحطي البراش وبتقعدي بترسمي الاشياء اللي قدامك. نعم. لا في فكرة قوية وبتبلشي فيها وبتنتهي بعمل فني حلو، وهيك الهدية على العيد فيها تكون يعني مميزة. هدية هيك مختلفة مزبوط عن اللي موجود بالأسواق، فيها إحساس ويعني الواحد إنه حلو يروح يشجع ويشوف هالأعمال شو حلوة. مريان هلأ شو عملكن مع سجناء رومية؟ مختصر على الشمعة أو في أشياء تانية؟ لا نحن ابتدينا بسجن رومية سنة 2009، عملنا بالعلاج بالدراما، عملنا مسرحية 12 لبناني غاضب،
وبعدها رجعنا عملنا الوثائقي اللي ربح 8 جوائز عالمية. كمان نحن ما بيشتغل مع زينة دكاش، مع زينة دكاش يعني وجه لها تحية. عملنا نحن ما بيقتصر بس بسجن رومية، كمان اشتغلنا بسجن بعبدة، عملنا مسرحية شهرزاد بعبدة اللي هلا كمان الوثائقي من فترة قصيرة ربح جايزتين بمهرجان دبي للأفلام الوثائقية. بدع الناس انه مسرحية شهرزاد نحن هلا نزلت على دي في دي وبيقدروا يلاقوها بفيرجن ميجا ستور او انطوان اونلاين. بدعيهم انه يكونوا عم يشتروها، كمان اتس ايديا انك تكون عم تهدي حدا جيفت ما زال عم تحكي. وكمان الجمعية هي المستفيدة؟ هو نحن الشمع السجنة هن المستفيدين. دي في دي بس تشتري بتكون عم تدعم الجمعية انه نقدر نستمر نعمل نشاطات علاج بالدراما داخل السجون اللبنانية. اهلا وسهلا فيكم، نرجع بنذكر فاذا المعرض مستمر باكزود الاشرفيه لغايه 4 جانوري لغايه 4 شهر من السنه الجديده. اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم. ميرسي وعليكي. يا هلا مشاهدينا، وقفه هلا ومتابعه.